حاجة تتلمضي لك امزكي. بحب الليمون اختي. صحتين وهنا. والله ما عم بتروح. وفاء مصلي تنهار وتكشف مرضها المؤلم بعد 12 سنة. عانيت كثيرا. ردت الممثلة السورية وفاء مصلي على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بعد نشر صور لها ظهرت فيها وكأنها خضعت لعمليات التجميل. وفي التفاصيل قالت وفاء في حديث لإي تي بالعربي أنها كانت منذ سنتين تعتني بمريض من أسرتها وعانت معه كثيراً ما جعلها تفقد الوزن بشكل ملحوظ. النحافة فما أنا قررتها من سنتين وجاية أنه عم ساعد مريض وهذا المريض يعني على وأضافت وفاء أنها بالفعل قامت بعملية تصغير معدة منذ ما يزيد عن 12 سنة وذلك كان ضرورياً لتكون قادرة على متابعة عملها مشيرة إلى أن ذلك أفقدها 24 كيلوغراماً من وزنها. وكانت قد تصدرت صورة للفنانة السورية وفاء مصلي برفقة ابنتها نايا الأندلس حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة بسبب جمال نايا اللافت والتغير في شكل وفاء. وأعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نشرتها نايا خلال تواجدها مع والدتها وفاء في الإمارات العربية المتحدة. خليها شو تعمل بس مشكات معي هلأ طبعاً نحنا في فروقات. وكتبت نايا تعليق على الصورة قالت فيه الوطن والملجأ ممكن يكون شخص بحبك ماما. ولاحظ المتابعون أن وفاء بدت أصغر سناً كما بدت أنحف مما كانت عليه في الفترة السابقة حيث علق أحدهم ما شاء الله أمك نحفانة كتير برافو إنه تهتم بحالها وبجسمها. ولا إلهي بعت لك 12 سوا نار وبارود وهوى وصياح ونياح وغز رماح. من جهة أخرى تغزل كثيرون بجمال نايا ووردت تعليقات أشادت بجمال الأم وابنتها فكتب أحدهم نورين في حين كتب آخر شو حلوين وكيوت. وكتب آخرون تعليقات أرسلوا فيها تحيات لوفاء وتحدثوا فيها عن تضحيات الأم وعلق أحدهم الله يخليكم لبعض. قررت أعمل فقرة الأسئلة مع ماما واختبر قد هي بتعرفني. جاهزة؟ جاهزة. والفنانة وفاء مصلي هي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1981 وشغلت فيه منصب مديرة قسم التمثيل عام 2001 وفي رصيدها أكثر من 180 عملاً فنياً بين المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون. لا لك شو لا خلينا نقعد شوية لك شو نقعد ما معنا وقت. وحازت وفاء على شهرة واسعة جداً بعد مشاركتها في مسلسل البيئة الشامية باب الحارة بشخصية فريال منذ أجزائه الأولى وأطلت في العام 2022 في العديد من الأعمال